السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهامة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية، وأيضا إحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم، ارتفاعات جدا مخيفة. تابع معي الفيديو للنهاية لمعرفة آخر الأخبار والتطورات وإحصائيات فيروس كورونا. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. هل نقوم بالانتقال إلى أخبار التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الحجر الصحي الإلزامي على 7 قرى في ولاية جناقلعة بسبب فيروس كورونا، وأيضا انفجار في مدينة الباب في الشمال السوري، وأيضا العثور على رضيع ملقى على حافة الطريق في ولاية سيفاس وتم نقله للمستشفى ليفارق الحياة هناك، والشرطة تعتقل الأم التي قامت بتركه في الشارع. حسبي الله وهو نعم الوكيل على هذا الفعل. وأيضا دروس العمل للراغبين في تعلم قيادة السيارات والحصول على شهادة القيادة ستكون متاحة بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية بحسب ما أعلن عنه رئيس مؤسسة التعليم الخاص. وأيضا أسلمت المواطنة الأمريكية دكتورة الطب البديل، وأيضا وابنها مدرس الراقص مايكل دلوب يبلغ من العمر 28 عاما، وتم نطق الشهادة في مكتب مفتي ولاية نوشهير التركية. وأيضا إلزامية الإطارات الشتوية تبدأ من 1 كانون الأول عام 2020 إلى 1 نيسان عام 2021، وسيتعرض المخالفين لمخالفة في حال استمرار باستخدام الإطارات الصيفية. وأيضا للمرة الأولى في تركيا باص ثلاثي المقاعد مناسب للتدابير الوقائية من كورونا، ويساعد على الحفاظ على التباعد الجسدي كما يظهر لكم في الصورة. وأيضا روسيا تعلن أن اللقاح الروسي سيباع ب10 دولار، ما يعادل 79 ليرة تركية، للدول التي ترغب بالحصول على اللقاح مضاد لفيروس كورونا. وأيضا توقعت صحيفة تركية أن يكون لقاح الملاريا الذي تلقاه السوريين في سوريا له دور في تسجيل إصابات قليلة بينهم، وقالت مثلا في آخر 3 أشهر توفي 6 سوريين في عنتاب بسبب فيروس كورونا، نسأل الله تعالى لهم الرحمة. وأيضا سيتوقف الوباء عندما يتم لقاح 60% من المجتمع مع الالتزام بالتدابير الوقائية، عضو مجلس العلمي لمكافحة كورونا سرحات أونال. طبعا وإحصائيات فيروس كورونا بالأخير 7381 حالة إصابة و 3678 حالة شفاء و 161 حالة وفاء لله وأن إليه راجعون. طبعا الارتفاع في الأعداد مخيف جدا، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية وإيجاد لقاح مباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.